واللي يبي سيارة كشخة وما عنده فلوس شو الحل يعني؟ أنا أقول أخذ أقساط. إنزين يمكن القسط يطلع غالي، واللي ما عنده يدفع هالمبلغ شو الحل يعني؟ طبعا الحل جميل وسهل جدا وبسيط ولا اروع. اي سياره تشتهيها، اي سياره تدش خاطرك، ما عليك الا انك تي مكتب الموتر لتاجير السيارات وتنقي. هي مزراتي، هي فراري، هي بنتلي، هي اي سياره كانت لكجري ولا سوبر سبورت كار، وتاشر عليها وتاشرها وتدقها سلف وتمشي فيها. طبعا الهبة الجديدة اللي صايرة، طبعا هي هبة حلوة وبنفس الوقت تعتبر تقليعة عند الشباب، ان بداية كل ويكند يوني اجرون من المكتب السيارة اللي يحبونها. على سبيل المثال انتم شفتوني بسيارتين، شفتوني بالمزراتي جراند توريزمو والحين بالار 8 جي تي اللي ما في منها الا واحدة بالكويت متواجدة عند هذا المكتب. السيارة قبل كانت تتأجر بالشهر ولا شهرين، فترات طويلة، لكن بما ان شبابنا دائما يحب التغيير ويحب التجديد قام يأجر كل ويكند سيارة. فبالمكتب هذا بالويكند ما تلقون محط ريل، وان حصلتوا اغلب السيارات تكون رايحه. هذه شغله. الشغله الثانيه اللي حابب انه يسوق سياره ومثلا مو مجربها من قبل، هذه شغله. الشغله الثانيه اللي حابب انه يجرب سياره على اساس انه يشتريها. على سبيل المثال اذا انت واحد كنت من عشاق المرسيدس وحاب انك تجرب شيء جديد، تبي تشتري بنتلي وعمرك ما سكت بنتلي مثلا، او خلينا نقول تبي تشوف البيرفورمانس او الاداء مال البنتلي، تي تاجر السياره من المكتب وتشوف سيارة عجبتك ما عجبتك وغيره من الأمور هذه. فوق هذا يعني مثل ما يقولون التقليعة الأهم والحلوة أن الواحد قام كل ويكند يبدل سيارة وينقي السيارة اللي على هواء وينقي البراند أو مثل ما يقولون الماركة اللي هو يهواها ويحبها ويدقها سلف ويطلع. عموما يمكن أنا كلامي خلص معاكم، لكن أنا استأذنكم لأن أنا عندي شغل بعد، وتوني ماخذ الـ R8 GT هذه أبي أستمتع فيها وأرجع لكم، بس مو هني بالبرنامج.